أهلا بك يا أستاذ توفيق في هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون مثمرا، ولا شك سيكون مثمرا لأنه مع توفيق الحكيم. أيوة، بعد أن فتحت الموضوع بهذا الإطراء الجميل والمجاملة، ولا أقول المبالغة بهذا اللفظ ولكنها فيما يختص بي، أشعر أنك ضاعفت وزدت ما أستحقه إلى أن صار شيئا لا أستطيع أن أطبقه على نفسي. فلأقل إذن أن كل ما قلته إنما كان محبة ومودة، وهذه المحبة تولد دائما أشياء كبيرة مثمرة. فأنا أشكرك وأشكر الدوافع والعواطف التي جعلتك تقول ما قلته، وأن تحملني من الثناء ما أنا لست بأهله، ولكن أرجو على كل حال أن أكون في هذه الجلسة نافعا بعض النافع في توضيح بعض مسائل مما تتعلق بالفكر وبالنهضة التي نحن نعمل دائما لإيجادها وتنميتها في عالمنا العربي. فأنا أضع نفسي تحت تصرفك في هذا المجال. شكرا. طيب أستاذنا، كيف تتصور أن تكون بداية هذا الحديث؟ والله بداية هذا الحديث هي أننا مشغولون دائما بموقعنا من الحضارة العالمية، لأن الشرق العربي ليس بالصورة التي يتصورها الغرب من أنه قليل العطاء الثقافي، وأنه ليس له الوزن الذي يجعله له وجود مؤثر على خريطة الحضارة الإنسانية في الوقت الحاضر. وعلى كل حال نحن من واجبنا أن نزيل هذه الصورة وأن ننصف أنفسنا قليلا. في الواقع أننا قصرنا وظهرنا بهذا المظهر، ولكن لم يكن هذا من غلطتنا، إنما كانت غلطة الظروف السياسية التي جعلت أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر صارت في طريق نهضة فكرية بدون أن يكون على رأسها سيوف احتلال أجنبي، فاستطاعت أن تسير وأن تبني حضارة على أساس حضارة قمنا نحن بها قبلها. وقد نسيت هذه الأسس القديمة لأنها بنت فوقها طوابق كثيرة، في حين أننا وقفنا تحت ذل تسلط أجنبي على المنطقة فوقفنا. هي سارت ونحن وقفنا، هي أخذت تشيد ونحن وقفنا عند الكنوز القديمة كحراس على هذه الكنوز، وبعضها أيضا تبدد من أيدينا بفعل الظروف السيئة التي عشنا فيها. فنحن في الحقيقة ظلمنا، ولأننا هذا ما يسمى بالتجمد أو يعني العقم الذي أصاب حضارتنا لم يكن لنا دخل فيه، لأنه من يوم أن جاء التتار والمغول واكتسحوا كما تعلم بغداد وغيرها والمكتبات التي كانت هناك، ونحن أيضا بعد ذلك قاسينا من غزوات من هذا القبيل، جعلتنا في حالة لا يمكن معها أن نشيد شيئا. فهذه هي الظروف الخارجية. وبعد ذلك لم تقضى وقتنا في معالجة هذه الأمور من الناحية السياسية أو الحربية، فلم يكن لنا وقت أو ذهن كي
ننشئ شيئا، ولكن أعتقد أنه على الرغم من ذلك بدأنا الآن نفكر في أن القوة الحقيقية لنا هي في إعادة النظر في وضعنا، وأن نحاول أن نلحق برقم الحضارة وأن نبني على الأسس التي لنا. ولكن ليس من السهل أن نبحث عن هذه البذور أو الأسس لنبني عليها طوابق معاصرة، لأن المطلوب منا شيئين: أولا أن نعرف ما هي الأسس التي يمكن أن نبني عليها، لأن تراب الزمن قد غطاه، فنحن يجب أن نعمل باحثين وعن آثار قديمة لمبادئنا وعن حضارتنا القديمة التي سنبني عليها، لأنه إذا كنا سنبني حضارتنا على حضارة الغرب مباشرة فإنها ستكون حضارة مقلدة مزيفة، أو كمن يبني بيتا بأخشاب هزيلة استخدمها من الخارج فإنها لا تثبت للزمن، ولكن أو بدون أساس. لكن عندما يريد البناء الخالد يجب أن يحفر الأرض ليجعل الأسس تقوم على جذور متينة في الأعماق، وبهذا يشيد على الأنماط العصرية التي تلائم الحياة الجديدة، حتى لا يمكن أن يقال بأنه يكرر نفسه أو أنه يعني يبني بناء لا يتلائم مع الحياة العصرية، فيجب أن يبحث عن جذور وأسس قديمة ويبني على هذه الأسس القديمة بناء حديث. وبهذا أعتقد أنه نستطيع أن نسير الحضارة ويكون لنا وجود على خريطة العالم الحضارة. فالمهمة أعتقد لنا جميعا ولست أنا وحدي كانت هي كيف نبحث في كل المجالات عن جذورنا القديمة من جهة، وفي الوقت نفسه نبحث ما هي حقيقة الإضافات التي جاء بها الغرب، وما الذي يمكن أن ينفعنا والذي لا يمكن أن يكون له فائدة عندنا. فمن هذه الملائمة نستطيع أن نقول أننا في خصوصا في العشرينات والثلاثينات بدأنا هذه البحوث، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الدراسات الأدبية القديمة أو من ناحية الأعمال الأدبية الإنشائية والقوالب الجديدة التي يجب أن تدخل في أدبنا. وكان هناك كما نعلم قواد في هذا الطريق، فمن الناحية مثلا الدينية لا نهمل البحوث مثلا الشيخ مصطفى عبد الرازق وقبله بكثير الشيخ محمد عبده والشيخ المراغي ربما أيضا كان من العقول. فنحن أما من ناحية تراثنا العربي فالجامعة وما فيها من أساتذة تخصصوا في البحوث وتجديد هذه البحوث مثل طه حسين وأحمد أمين وغيرهما قد بحثوا في هذه الناحية. ومن ناحية الأدب الإنشائي والفن الإنشائي فنحن طبعا أنا وزملائي بدأنا نبحث في هذا الطريق، ولكن الذي نخشاه هو أنه لا نعرف خصوصا الأجيال التي تلت بعد أجيال العشرينات والثلاثينات، هذه الأجيال ربما كانت مسرعة في بناء هذه الحضارة على أسس يجدونها سهلة مثل الحضارة الأوروبية في متناول الناس، فيأتوا بكل ما في موجود في عروض الحضارة من مظاهر التقدم ويبنون عليها دون أن يحرصوا على الجذور العربية القديمة. ولا أدري كيف أن هذا حدث، ربما لأنه من الصعب أن يجب خصوصا الأجيال الجديدة
المصادر، مصادر هذه، لأن المطبوعات والكتب التي تطبع هذه هذا التراث ليست متوفرة وليست بالسهولة التي يستطيعون أن يأخذوا منها بكل يسر كما يحدث في الأدب الأجنبية، معروضة عرض طيب وفي متناول اليد ويستطيعون بكل سهولة. فالمهم كله أنه كيف نلائم بين الحضارة العربية القديمة كتراث، وكيف نلم بالحضارة الأوروبية كما أبعد ما وصلت إليه من تقدم، لأنها مستمرة في التقدم حتى الآن، ولدرجة أنها عندما استنفدت كل مواردها، وهذه هي المزية عند الحضارة الأوروبية، عندما استنفدت كل موادها ومصادرها الحديثة الأوروبية بدأت تنظر إلى موارد جديدة، فهذه الموارد الجديدة قادتها إلى أنها تظهر في تراثنا نحن. جميل. بدرجة أني وجدت أخيرا كتاب ترجموه في وقرأت نسخته بالفرنسية، وهذا الكتاب عن مخطوط قديم عربي ومؤلفه مجهول أيضا ولست أدري كيف بحثوا عنه. قالوا فيه كيف كنا في غفلة ولا نعلم أن قبل كتاب ماكيافيلي المشهور العرب كتبوا في هذا الموضوع كتابة عظيمة جدا قبله بألف عام. يا سلام. فبدأوا ينظرون إلى تراثنا نظرة احترام. وأيضا من الكتب الجميلة التي تستحق البحث كتاب البخلاء للجاحظ، لأن هذا التصوير البخلاء عند الجاحظ حاولهم بعد ذلك يمكن برضو بحوالي 800 سنة أو 1000 سنة أنهم يكتبوا في مسرحيات زي مسرحية البخيل لمولير، ولكن هذه المسرحية وهذا البخيل أعتقد أنه يتضاءل بجانب البخلاء الجاحظ الكثيرين. فإذا الأدب العربي صور البخلاء كما صورهم وصور أشياء كثيرة، ولكن احنا طمرنا هذا ولم ننظر إليه لصعوبة التناول وسهولة التناول عندهم، لأن الكتب هناك معروضة بعرض جيد وتجدها في الشوارع. يعني أنا عندما ذهبت إلى أوروبا باريس في العشرينات وجدت على الرصيف أرصفة الشوارع كتب زهيدة القيمة لتراث قديم عندهم معروضة، ويسمونها كتب قديمة، يعني يستخرجونها من المخازن ويبيعونها بأرخص الأثمان على قارعة الطريق. فاستطعت أن أنهل من هذه الكتب الرخيصة، فإذا بها من أمهات الكتب. يا سلام. ورخيصة جدا. فإحنا لا يوجد عندنا هذا التراث يعرض على الأرصفة وبأثمان رخيصة. فكانت النتيجة أنه لم أجد صعوبة في أني ألم بالحضارة الأوروبية، لأنها تحت يدي ويطلقونها في الطرقات هكذا، سهل جدا أن تلم بها. ولكن الحضارة العربية في لا تزال في كتب صفراء ومخطوطات أيضا لم يبحث فيها في المكتبات، لم نعمل في استخراج هذه الكنوز بالشكل والكمية وطريقة العرض التي تحبب. ثم صعوبة الكتب القديمة أنها تحتاج أيضا إلى تفسيرات، لأن التعليم عندنا في المدارس تعليم مبسط لدرجة أنه إذا عرضت كتاب من الكتب القديمة ليس من السهل. ثم اختيار الكتب، يعني أنا مندهش كيف أن الكتب في المدارس الابتدائية عندنا والثانوية لا تجد أحد يدرس نماذج من الفكر العربي القديم بمختلف عصور، يعني لا تجد نماذج مثلا من ابن المقفع، ولا نماذج من الجاحظ، ولا نماذج من ابن رشد وابن سينا كناثرين عرب، لأنه الذي يحدث هو أننا أخذنا جانب البلاغة وما يسمى البيان العربي من حيث هو بيان، ونسينا البيان العقلي. العقلي
في حين انه ما يعطى لطلبة الثانوية في اوروبا وخاصة ما قرأته في باريس في اوروبا كان انهم لا يميزوا بين فلاسفة وأدباء، كلهم يجمعونه في إطار واحد وفي كتب واحد وكتاب واحد للطلبة ومطالعتهم، فتجد الكاتب الناسر الروائي بجانب الكاتب المسرحي بجانب الفيلسوف، فتشعر بأن اللغة عرضت بمختلف نواحيها بالناحية الفنية والبيانية والفكرية. ولذلك يخرج الشخص بعد الثانوية العامة أداة التفكير عنده موجود متكامل. نحن فصلنا الفكرة عن البيان، والبيان أيضا تقينا له من النماذج السيئة اللي يعني تجد أنه نماذج جامدة وليست حية. ولذلك ناحية التصوير في البيان العربي أهملت، لأنه أين هي النماذج التي تدلنا على أن الأدب العربي أجاد تصوير شخصيات وتصوير سلوك؟ يعني هو لو كان كتاب جاحظ هذا مما يقرأ مما يدرس في المدارس كان أظهرهم على نواحي في الأدب العربي تدل على أن العرب عرفوا كيف يخلقون فنا ويخلقون تصوير. تقصير المخلاء. فعلا أنا لست أدري بأي شكل كان تحت يدي دائما من السنة الأولى الثانوية كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ، ولا أدري حتى كيف وقع في يدي هذا الكتاب، لأنه أشك كثيرا في أنه كان كتاب مدرسي ولكنه المطالعات الخاصة وأنا في الصبع. فإذا كأن فكرة الجذور عندي كانت قديمة. وهذا الكتاب أيضا المحاسن والأضداد كان من محاسن الصدف انه بالذات، لان انا باعتباري ابن قاضي وفي دمي القضاء وعملت بالقضاء بعد ذلك. ما هو القضاء؟ القضاء القاضي هو رجل ينظر في المحاسن والأضداد، اي ينظر في الاتهام والدفاع بعين واحدة هي الانصاف، يعني لا ينظر من وجه واحد. يعني حصلت حادثة جريمة او حصل مديونية مدنية فهو ينظر إلى مستندات الطرفين، مستندات المدعي والمدعى عليه، ويزن هذه الشيء. هذا تجده في المحاسن والأضداد. مثلا يقول لك محاسن الشهامة، يأتي لك بمحاسن الشهامة وبعد ذلك ضده مضار الشهامة. فإذا المسألة بحثت كل شيء من وجهين، يعني لا يوجد شيء حقيقي من وجه واحد. يعني إذا أنت كنت شهم فهذا مزية، ولكن بعض الأحيان الشهامة إذا صارت في طريق معين تنقلب إلى ضدها، لأنها ربما تصل بك إلى أن الشهامة انقلبت إلى ضرر عندما تتمادى فيها إلى درجة أن توقع نفسك في التهلكة. فيعني كي تكون شهما كنت رميت نفسك في البحر وتنقذ غريق وأنت لا تعرف العوم، فهذه الشهامة أغاقتك. فهذه الشهامة إذن أحيانا تنقلب إلى ضرر في بعض النواحي، كما أن الشهامة بمعناها العام مزية كبيرة ومروءة. إذن ما هي الموازنة في حقيقة الشهامة؟ أمام القاضي لابد أن يجد الوجهين ويصل إلى الحكم العادل الذي يجعل ما هي الشهامة المفيدة وما هي الضرر منها. وهذا في كل فنفعني هذا الكتاب. فالوقت هذه الجذور كانت ضرورية، أن يعني ومن حسن الحظ أنه أنا كنت من هذا الجيل الذي اهتم بالجذور. أما ما أخذناه عن الغرب فسهل، كما قلت أن تجد هذه الحضارة في متناول اليد. في الواقع يعني هذا الجواب يطرح عدة تساؤلات، لكني أريد أن أسأل كيف ابتدأت رحلة توفيق الحكيم عبر هذه الجذور؟ وفي الواقع أنا بدأت بداية فنية وليست بداية أدبية، بالرغم من أني كنت أقرأ في الصبا كتب مثل الجاحظ، ولكن إحساسي الداخلي ولظروف ربما أنه
إنه ما تلقيته من ألوان الفن أو الأدب إنما كان ليس الكتاب، ولو إني قرأت في هذا الوقت إنما قراءة، يعني تعتبرها إنها ليست هي الطبيعة، إنما الطبيعة عندي في الظاهر إنها كانت تقرب إلى الناحية الفنية، ولذلك كانت الموسيقى يعني لها عندي مركز مسابق الكتاب. يعني تستطيع أن تقول أن الصديقين والزميلين طه حسين والعقاد نشأ في الكتاب، ولكن أنا نشأت في الفن، بمعنى أنه كان عندنا ما يسمى بالعوالم. العالمة هي المطربة التي تذهب في البيوت لتطرب بالأفراح في جناح السيدات. فكنت صغير، وكان لي جدة مريضة بالشلل، فقال لها أحد الطبيب أنه يحصل أن أعصابها تستريح على غناء وطرب. فعندما جاءت عالمة في فرح من أفراح العائلة وكانت طيبة القلب، تمسكنا بها لزيارتنا، فجاءت من وقت لآخر للزيارة، وأنا صبي طربت لهذا وأصبحت كفرد، أحب أن أكون فرد في فرقتها وأغني ما تغنيه، وكان لي أذن وصوت، فتشبعت بالناحية الفنية. وبعد ذلك اهتممت بالناحية بهذه الناحية إلى أن جاءت ثورة 19 عندنا، وكنا أصبحنا شباب، وكانت هذه الثورة من المظاهر التي تفجر فينا كل الملكات العميقة في النفس. فحاولت في أول الأمر كثيرين أن نعبر عن عواطفنا الوطنية بقصائد من الشعر، ويبدو أني أيضا مشيت في هذا الطريق وعملت قصيدتين من الشعر لأجل أي نظام هذا. ولكن تفجرت الناحية الأولى وهي الناحية الفنية، فإذا بي أكتب أناشيد وطنية وألحنها بنفسي كموسيقى وألقيها زملائي ورفاقي في المظاهرات. وكان هذا من الجوانب النشاط الثوري عندنا. وكانت أحيانا مدهش لما أذهب إلى الإسكندرية وهي بعيدة، فأجد الشباب ينشدون ما كتبته بألحان، وأقول لهم ما هذا، يقولوا هذا جاءنا من مصر من القاهرة، فكانت تنتشر. فهذا المظهر الفني هو استمر عنه. وبعد ذلك بعد ثورة 19 المسارح بدأت عندنا تنتعش، وبدأنا نحن أيضا أدخل في هذه الزمرة وأكتب للمسرح، ولكن بدون أن أشعر بأن هذا الذي يفعله له علاقة بالأدب. كنا نظن أننا نفعل شيئا له علاقة بالفن، فن العرض. ولكن عندما ذهبت إلى روما وجدت أن فن المسرح هو أداة من أدوات التعبير الأدبي. يعني شكسبير في الإنجليزية أديب يقرأ، وبدون أن تشاهد تمثيله في المسارح تشعر بوجوده في الكتاب. وفي فرنسا أيضا يعلمون في المدارس الثانوية راسين وكورني شعر تمثيلي كقالب، بدون تمثيل أو بدون أن يعرض، إنما كقالب من قوالب الأدب. فهذا جعلني أفكر في الأمر وأقول إن ما جعل المسرح عندنا قليل القيمة وقليل الاحترام هو أنه مجرد عرض ولكن لا علاقة له بالأدب، أي أنه ليس أداة تعبير. فهذا ما حفزني على أني عندما عدت أردت أن أجعل المسرح أداة تعبير أدبية وليست مجرد عرض. ولكن ففكرت في أن أكتب المسرح من جديد على هذا الأساس. ولكن كيف أصنعه؟ بحثت كيف، ما هم الكتاب العظام الذين يقرؤونهم الطلبة في المدارس الثانوية
كجزء من برامج التعليم، وجدت أنهم من أمثال كورني ورسيل مثلا، دول كتبوا مسرحياتهم على أساس المسرح الإغريقي. المسرح الإغريقي، وما هو المسرح الإغريقي؟ فوجدت أن المسرح الإغريقي أيضا مستمد من أساطير لها جذور في ضمير الشعب، وكتبوها شعراء في غاية البلاغة، وكانوا أيضا يتقدمون لمسابقات أدبية بجوائز يتبارون فيها ببلاغة هذا العمل الأدبي، على غرار سوق عكاظ عندما كان الأدب يعرض في مهرجانات في صورة شعر، لأن العبقرية العربية كانت من قديم عبقرية شعرية. فإذا لابد من الجذور، فما هي الجذور؟ هل جذوري تكون إغريقية كالمسرح الفرنسي؟ فوجدت أن هذا يعني لا يعتبر جذور أو إدخال شيء، فكنت نبحث عن جذورنا التي نستطيع أن نبني عليها هذا القالب الجديد. فوجدت ما هو الجذور، ما هو الجذور الحقيقية فينا في صورة أدبية. أول كتاب نستطيع أن نقول أنه في نفوسنا كجذور عميقة هو كتاب الله، هو القرآن. فإذا هل أستطيع أن أخذ من القرآن ما أبني عليه موضوع مسرحي؟ طيب أستاذنا مارك، يعني ماذا اكتشف توفيق الحكيم في هذه التجربة الجديدة وهو يفسر أو يختار من تفسير القرطبي؟ خصوصا واننا نعرف ان توفيق الحكيم لم يكن في يوم من الايام رجل دين، وانما كان فنانا ومفكرا حاول ان يستمد مقومات فكره وفنه من الثقافه الغربيه وبالذات الفرنسيه. فلا اعلم يعني ماذا اكتشف توفيق الحكيم في هذه التجربه، ومن ثم ما علاقه هذه التجربه بعمل كان يزاوله توفيق الحكيم في بداية حياته الأدبية أو حياته العملية وأقصد القضاء. والله مسألة اهتمام بالدين أخيرا هو كما قلت أن ما رأيت في أوروبا يدل على أن التفكير العام وخاصة بين علماء كانوا من أبعد الناس عن التفكير في الإله، قد رجعوا إلى التفكير الخالق، تفكير عقلي جعل أن القرن القادم كما قال بعض العلماء أنه سيكون قرن الدين، ولكن الدين بمفهوم العقل العميق، لأن العقل في عمق وفي اتساعه مع اتساع المخترعات الحديثة والآلات الدقيقة التي تبحث في بعد الكون وفي وعلم الفلك، ثم ما قيل من أنه يعني هناك أجرام سماوية تبعد عن الأرض بملايين السنوات الضوئية، جعل أن العلماء يفكروا في القدرة العظيمة للخالق بشكل إنه لا بد أن يعبدوا ولو بقلوبهم هذه القدرة. فإذا الدين له في المستقبل قوة وعودة وراحة أيضا للإنسان، لأن الإنسان الذي يعيش في عالمنا المعاصر بتضارب ومشاكله محتاج لراحة، فهذه الراحة وجدوا أن العلم لن يعطيها للإنسان، ولكن راحة القلب لشعاع الإلهي هو يعني العلاج الأخير للأمراض، لبعض أمراض البشرية. أما فيما يختص لي أيضا فهناك قضية مهمة بالنسبة للشرق العربي المتدين، أنه هل الدين كما فهم في الماضي وكما نفهمه يقف حائز دون النهضة الكبيرة التي نتوقعها وننتظرها لبلادنا، ولا الدين
خطر لي أن بعضنا كان يتصور أن الدين حائل، لأن بعض الأحكام التي وضعت في عصور ماضية مع التطور الاجتماعي والتطور العلمي أصبحت هذه الأحكام إذا طبقت كما كانت تطبق في الماضي فإنها لا تنطبق تماما، مما أدى إلى قيام طائفة تقول أن بعض المصطلحات وبعض جوانب الحضارة الحديثة لا ليست من الدين. فنحن الآن إذن أحرص في أن نفهم ما هو الدين وحقيقته وجوهره لأجل أن نرى إذا كان يستطيع الدين يرجع عن قضية الحضارة ولا يكون عائق. فأنا عندما قرأت التفسير القرطبي وجدت أن أغلب القضايا الإنسانية أو الاجتماعية كانت تناقش لمعرفة الحكمة، واختلف الأئمة كثيرا في بعض الأحكام على أساس إما متجمد بعض العقول المتطرفة في الحذر من ضرورة تطبيق النصوص تطبيق آلي، وبعض العقول من الأئمة المتفتحة التي تيسر وتجعل الدين أنه متمشي مع حاجات الإنسان. فمن هذا وجدت أنه أحسن طريقة هي أن نقرأ التفسيرات الكبيرة، وطبعا من الصعب أنه إحنا نطالب بقراءة 20 جزء لكل مختلف الناس، فإذا وضعت هذا المختار. ولكن القضية موجودة، وهي إلى أي مدى الدين الإسلامي في الشرق العربي يعني يقف من الحضارة الموقف الذي يتصوره بعض طلاب التجمد. فوجدت أنه يجب أن ننظر إلى الدين في جوهره، إن ما كانش ننظر في جوهره ونجعله مقصور على طقوس ظاهرية فقط، فإن هذه الطقوس ليست هي المقصودة بالدين. لأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد وقال إنه يعني يطلب من البشر أنهم يعبدوا، وكان من أسس الدين عبادة الخالق. الواقع هذا جعلني أفكر، هل الله في عظمته إن العلم النهاردة بيثبت أنها عظمة لا يمكن للعقل البشري أن يحيط بشعاع بسيط منه؟ هل هذا الإله العظيم جدا اللي خلق عالم لا يمكن أن يحد، لأنه باستمرار يكتشفون أن ما كان وتصورونه هو كل خليقة إذا بها لا خليقة لا تصورها العقل؟ فإذا هل هذا الإله العظيم جدا في حاجة إلى أن نعبده لمجرد أنه عبادة له لمنفعة له أو لمصلحة أو لزهو أو لفخر؟ هذا كلام لا يصح أن يقال، لأنه إهانة للخالق. إنما الله يريد أن نعبده لأنفسنا، وكل ما يريد منا إن لصالحنا نحن. إذن هو يضع في اعتباره دائما سبحانه وتعالى مصلحي. إذن أنت تعبد الله لأن عبادة الله فيها مصلحة لك، لأن معنى العبادة هي، معنى عبادة الله هي فهمه وإدراك عظمته. لأنك أنت لا تعبد، كلمة العبادة ليست كلمة تقال هكذا، ولا إنها تقول تنحني لتصلي وتقول كلمات في الصلاة، ليس هذا المقصود. المقصود أنك بتعبد الله في أعماله. أعمال الله هي، وما هي أعمال الله؟ أعمال الله كلما العقل ارتقى بتدهش من جلال هذه الأعمال وعظمتها. ولذلك قال الله إن العلماء هم اللي أقرب إليه، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ويخشى هنا بمعنى يجلم ويعظم، مش يخشى يعني الهيبة، لا يعني أو الخوف، لا أبدا. العلماء هنا الله وضعهم في هذه المرتبة لأنه بيجلمهم ويعظمهم ويقدره، هذه هي الخشية. فإذا بالمعنى ده في تفسيرات الأئمة إن الخشية هنا هي الإجلال. وحتى ورد في أبي حنيفة إنه قرأ وقرأ مسألة يخشى الله، مش يخشى الله
يخشى الله إن شاء الله، يخشى الله قرأت هكذا أحيانا، قل لا ولكن قرأت، على أساس أن الله يخشى العلماء. يخشى هنا مش معنى الحب، معنى الإجلال. فإذا الإجلال والتقدير، الله يقدر العلماء ويبلهم لأنهم فهموا جزء من قدرته، في حين أن الجاهل لم يفهم شيئا إلا الركوع والسجود. فإنما العلماء الحقيقيين الذي قال فيهم الله هذه الآية التي تبلهم وتعظمهم لأنهم فهموا جزء من قدرته، وكلما تعمقوا في العلم كلما شعروا بقدرته. وهذا هو اللي قاله علماء مثل أينشتاين، إنه شعر بأن هذه لأن الله لا يمكن أن احنا نصل إلى إدراك عظمته. فهذا الإدراك عنده هو دليل على أنه اقترب من فهم الله، وإن كان بالطبع مطلوب منه طقوس دينية لا يؤديها أو أداها أو فهم آخر، هذه المسألة هو. ولكن كعالم طبيعي وليس عالم ديني لا يكفيه أن يفهم قدر الله. فإذا الله يريدنا أن نعبده لمصلحته. طب ولماذا هذا معرفة الله في مصلحتنا؟ لأنه معناها الإدراك، إدراكنا اتسع، وإدراكنا اتسع هذه قوة البشر الإنسان على الحيوان. الحيوان خلقت له مخالب وأنياب، وقوته بهذه المخالب والأنياب يستطيع أن يبقى بها ويقاوم الفناء. والخليقة، الله خلق الإنسان وخلق الكون يتجدد ويبقى ولا يندثر، ووضع في كل إنسان القوة، وكل حيوان الأدوات الداخلية، خلق له العناصر التي تجعله يبقى ولا ينقرض. فجعل في الحيوان قوته الجسمانية بالمخالب والأظافر والأنياب، كل هذه القوة المادية تمكنه من الطعام ومن حماية نفسه ضد أعدائه، فبهذا يستطيع أن يقاوم الفناء. لأن الله خلق البقاء، الوجود ليوجد، وإذا أمرنا بالموت أو الفناء فلأن ليجدد الجيل القادم، ويوجد عملية إبقاء على الأجيال الأخرى التي تقدم لأنها استوفت مدتها. فإذا بقاء الإنسان أو بقاء الخلق في الحيوان أو في غيره ده غاية، والوجود هي أن الله الموجود يريد الوجود أن يبقى. قال ما هي وسائل الإنسان في البقاء؟ ليس له أنياب وليس له مخالب، فما هي قوته أمام الحيوانات والأخطار اللي أمامه؟ العقل. هذا العقل هو أعجب ما خلق الله، وهذا موارد أيضا في تفسيرات بعض الأئمة هذه الكلمة بالذات الجميلة، إن العقل هو أعجب المخلوقات. إذن هذه قوة الإنسان في العقل، هو اللي بيحميه ضد كل الكوارث اللي موجودة في الكون، وكل الحيوانات المختلفة، وكل الأخطار التي تهدد بقاء العقل. إذا العقل هذا كيف ينمو ويبقى إلا بأنه يدرك مرامي الأشياء، وعلشان يدرك ويدرك الخليقة، ليدرك الخليقة لازم يتصور من هو الخالق. إذا كلما اقترب من عبادة الخالق، كلما اقترب بعقله، بالعقل، لأن عقله هو اللي سيحميه. فإذا الله يريد أن يعبدوا لك، اعبدوني، لأن عبادتكم معناه أنكم ارتقيتوا إلى فهمي، وإذا ارتقيتم إلى فهمي يعني عقلكم تستطيعوا تستعملوه أيضا في الدفاع عن حياتكم. فإذا عبادة الله جزء من حمايتنا لأنفسنا، ولكن الله الباقي ده غير محتاجين أبدا إن احنا نعبده لمجرد عبادته، نعبده علشان عقلنا يكبر، وبهذا العقل نستطيع لي أن نكافح ضد الفناء. فإذا هذه هي الناحية الأساسية في الدين، وهي علاقتنا بالخالق ولماذا نعبده. ولذلك كل شيء حتى في الجهاد وبعض الجهاد يقول لك إنما تجاهدون لأنفسكم، كل شيء يقول لك لأنفسكم. إذا هو لا غني عن إن احنا نعبده لذاته، احنا نعبده لأنفسنا، ده رقي لنا. إذا هذا من جانب جوهر الدين من حيث الإنسانيات. احنا قلنا ينقسم الدين إلى قسمين، إلى قلاهيات علاقتنا بالخالق، وعلاقة والإنسانيات اللي هي علاقة الإنسان بالإنسان أي المجتمع. إذا بالمجتمع أيضا ما دام إن احنا عبادة الله بترقينا، إذا علاقتنا بالإنسان يجب أن يكون الهدف منها أيضا
الرقي وإلى المجتمع يندثر بما فيه من مفاسد أو بما فيه من ضعف. فإذا الإنسانيات هنا هي التي نستطيع أن نتصرف وفيها أيضا وخاصة في الإسلام لأنه عالج مسائل خاصة بالمجتمع دقيقة جدا. حتى السلوك الشخصي دخل فيه الإسلام، بمعنى أنه كان العرب كثير منهم في البداوة وكانوا أجلاس، فكانوا يتصرفون تصرفات يعني غير راقية. مثلا عندما يدعوهم إلى الغداء فكانوا يأتون إلى بيت النبي وقبل الموعد الغداء بمدة، وبعدما تغدوا يظلوا مدة طويلة، فقال لهم يعني بعد الغداء انتشروا. ليه؟ لأنه هم يحبوا الحريم في نفس المنزل لا يتحركون، فجمد الحاجة يعني طيقوا من أهل البيت. فهذا سلوك طيب، ودعا إلى الدار طيبا، ودعا إلى النظافة، وجعل أن في النظافة، وإذا كان اللي عنده شعر فليهذبه ويغدله. كل هذه الأشياء يعني دخلت في السلوك، في اللباس نفس نظرة النظافة، تذهب إلى المسجد وأنت نظيف، وكل هذا كان يريد أن يبقى بمجتمع ليس له درجة إلا درجة واطية جدا من المدنية. فكان أيضا للنبي هذه الرسالة الاجتماعية. فإذا كل شيء في الدين كان الغرض منه رقي بالمجتمع ورقي بالإدراك. فإذا والرقي المجتمع وصل أيضا إلى حل المشاكل الصغيرة. أولا مسألة الفقر والغنى، لا يريد لفقير أن يظل فقير، لابد أن يكون هناك الزكاة، ولابد أن لا يصح أنك تعلم أن جوع جائع وأنت لا تستطيع، وكل هذا. ثم أيضا دخل في مسألة إنه هذا المجتمع أيضا يعني العلم، إنه كان يعني يشجع على التعليم مش على الجهل، على ثم يشجع على العمل، بمعنى أن في الإسلام الشخص المتعبد، ذلك الذي تعبد قال وجده يتعبد، فقال له ما عمل؟ ليس ربما عمر بن الخطاب أو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الإسلام في أئمته. فأظن عمر مرة بشخص يتعبد، ربما كان النبي، عمر بن الخطاب، فسأله ما عمل؟ قال له أنا أتعبد. قال له من يعولك؟ قال له أخي. قال له أخي هو العائد إلى الجنة. فإذا العمل بقيمة. فكل هذا يدلك على أن الإنسانية في الإسلام كان الهدف منها الرقي بهذا المجتمع، هذا هو الهدف. فنأتي اليوم كيف يكون عندنا ناس ينظرون إلى الإسلام ويريدون أن يتعاملوا مع الإسلام أو يعلموه، لأنه معوق للحضارة أو للنهضة. يبقى لابد من إعادة النظر في كيف نتعلم من القرآن ومن الإسلام هذه القاعدة وهذه القضية، وهي أنه طالما أن هناك تقدم بالحضارة وبالمجتمع الإسلامي، فكل ما يمكن أن يتقدم به من هذا المجتمع من إجراءات نجد على من تفسير المجتهدين فينا ما يجده في القرآن نفسه أو في أحكام الأحاديث الرسول أو في تصرفاته، ما يجعل أنه لا حائل بين التقدم وبين الإجراء. وتجد هذه العبارات أيضا عندما تقول مثلا الضرورات تبيح المحظورات. ما معنى ذلك؟ معناه أن هناك إباحات ورخص كثيرة في أشياء تظهر لك أنها ممنوعة، وأنت إذا وجدتها ضرورية لنهوض المجتمع أو لصلاح الطرد من مرض أو من ضعف أو إنها تصلح حالك في شيء من الأشياء، فالضرورات تبيح لك بعض الرخص. إذن لابد من تفسيرات جديدة لنجعل المجتمع عندما يسير إلى الأمام لا يجد معوق أبدا، لأنه إذا وجد معوق يبقى يعني مثلا افرض النهاردة كما قيل أن التلفزيون يظهر صور فهي حرام لأن الصور منعت أو كانت مكروهة. الوضع ما جاء في مسألة التصوير والصور في التفسير القرطبي إنها لم تمع ولكن كانت مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
عندما وجد في الستار عند عائشة في صور، فقال والله أبعدي يعني كره، كره لخوض بالعهد بالوثنية، لأنه خشي أن هذه الصور يعجب بها المؤمنون إعجابا يؤدي إلى أنهم يعبدوا، والوقت قريب جدا بين هذا العهد والوثنية. إذن المسألة مسألة السبب الذي من أجله حرمت هذه الصور. فعندما يأتي قوم ويقول لك التلفزيون حرام لأنه بيعكس الصور، طيب انه كمان ايضا بيستطيع انه يساعد على الدعوه للاسلام، لان فيه مقرئين يقرأوا القران ويهز القلوب بالدين والايمان عن طريق الاذاعه والميكروفون. اذا كانه تستطيع انك تستعمل وسيله من وسائل لم توجد في عهد النبي ولكنها مفيده للدين وللانسان في عصرنا الحاضر. الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طيب عندما جاء النبي وجد في حسان بن ثابت شاعر يستخدم الشعر في الدعوة للإسلام، وقال له ارميهم كما ترمي النبال لأن هذا يفيد الدعوة. فإذا استخدام الشعر في الدعوة جعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو يقبل هذه الوسيلة التي جاء القرآن وتكلم عنها كلام يدل على أنه ما أرادش أن يعلم النبي الشعر. فإذا المسألة مسألة الفائدة وليست النص بجموده، لا، لأن الغرض مما جاء في القرآن كل صلاح البشر وصلاح الإنسان، وكل الآيات التي جاءت بناسخ ومنسوخ كل هذا وردت على أساس أين النص الصالح للإنسان. فأحيانا يكون آية عندما طبقت وجد أنها ضرب، لا ينسخها بآية تستطيع أن تسير بها بطريقة الصلاة. فالمسألة إذن لابد من أئمة الدين ومن المؤمنين الحقيقيين ينظروا إلى الإسلام كما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه كان يريد إصلاح المجتمع، هذا في الكلام وإصلاح الإنسان. فكلما يشعر بأنه في صلاح للإنسان يفعل، حتى إذا جاء من الأعداء زي الخندق لما جاء سلمان الفارسي وقال له في مثل هذه الحالة عند الجيوش الكثيرة لما تقترب من بلدنا كنا نخندق على أنفسنا. عند الفرس كان يعني. ها؟ هذا كان عند الفرس. عند الفرس. وسلمان الفارسي قال له إذا أنتم يعني كان يستخدم وسائل الفرس في الحرب وهي الخندقة، فقل أخذ بها وقل نبني على أنفسنا. وكان النبي أول من أخذ المعود واشتغل وعمل في حرف الخناق، ومع أنها من عند الفرس المشركين. فإذا المسألة إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فكرة أنك تأخذ من أعدائك ما يصلح له، ولا يتمسك بالتجمد ويقول لك هذا من الأعداء إذا فهذا نفسه. فالإسلام مع التقدم، وطالما أنا نضع باعتبارنا التقدم هو مبدأ الإسلام، إذا بهذا نستطيع أنه ننظر من هذه البؤور، هل هذه تساعدنا على أن نتقدم ويكون خير أمة أخرجت للناس في زمننا اللي فيه أمم عظيمة سلكت في الحضارة وهذه المخترعات ونحن نريد أن نلحق بالركب؟ إذن لما نلحق بالركب لازم يكون هنبقى خير أمة أخرجت للناس إزاي؟ فإذن لابد إن احنا نرى ما يصلح لنا ونأخذه، ونخلي الاجتهاد في القرآن أن الدين صالح لكل زمان ومكان على أساس أنه صالح لكل للإنسان أولا ما يصلح له، يبقى الإنسان يبقى الدين معانا. لأن أنا أشجع على هذا، وأنا جئت لأشجع على أنكم تتقدموا لأنكم لابد تكونوا تلحقوا بالأمم الرخمة. فإذا إحنا لابد من العودة إلى تفسير التفسيرات بما يتفق مع هذا الجوهر، وهو أننا أمة يجب أن نكون خير أمة أخرجت للناس، لا بوسائل العصر وليس بوسائل القديمة، لأن النبي أعطلنا المثل في أنه يتقبل ولو من أعدائه ما يجب أن فيه الخير وفيه الصلاح وفيه الفائدة لمعركة أو لمجتمع يأخذ. القرآن نفسه نزل وفيه كلمات ليست عربية، فيه مثلا في بعض الألفاظ فيه مثلا القسطاس وهو الميزان بلغة الروم، وفيه
اللي هو السلسبيل والسلسبيل وقسورة. قسورة قسورة يعني الأسد بلغة الحبشة، والسجيل الحجارة بلغة الفرس. وإذا إذا كان القرآن إدانا هذا المثل وهو إن في ألفاظ مش من صميم العرب ولكن العرب استخدمتها وعربتها فأصبحت تسير في نطاق الوقت. فده معناه إيه؟ مش معناه ده يدينا معنى، ما كل شيء في الإسلام يجب أن يؤخذ بالمعنى اللي ينطبقنا. معناه إنه الإسلام أعطانا رصة بالاستيراء، يقول لك هذه ألفاظ أعجمية فيها الفارسي وفيها الرومي وفيها الحبشي وهي ليست من صميم لغة العرب ولكن استوردوها العرب لأنهم. فإذا أنا قرآن العربي الفصيح المبين ينزل بها أيضا لأدلهم على أن في الإمكان أن تستعيروا من أمم أخرى ما ينفع. فكل هذه أمثلة على أنه إحنا المهم كله في الدين أن يسير الحضارة وليس التجمد في ألفاظ أو في أوضاح كانت تصلح للزمن ولا تصلح للزمن. يعني من ضمن الأشياء كمان إنه ما صلح في عهد الرسول أيضا لابد من إذا وجدنا ما يصلح اليوم في أشياء لم توجد في عهد الرسول فإذا نأخذ بها طالما تصلح لنا، لأن الرسول نفسه كان بيفعل هذه الأشياء في عصره، إن أشياء صالحة لعصره وليست من من الموجودات في عهد عند العرب، فيأتي بها حيث وجد حتى من عند أعدائه لأنفسها أو ألفاظ زي ما ورد في القرآن. إذا كل دي أمثلة على أن احنا يجب أن كل ما وجدناه صالح لمجتمعنا وصالح لنا أن احنا نأخذه ولا نتجمد ونقول هذا لم يكن في عهد النبي، لأن عهد النبي أيضا كان أتبع ما كان صالحا يأخذه ولو لم يكن في عهده ولو لم يكن في من أخلاق من عوائل المجتمع. ما دام إذا من فكرة هي الفائدة والصلاح والنهوض والتقدم، هذه فكرة الإسلام، تقدموا وانهضوا وغيروا ما بأنفسكم حتى يغير الله ما كان من أمركم ولا يغير الله ما لقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. يعني معناها غيروا أنفسكم من الانحطاط إلى من الفساد إلى الصلاة، غيروا وبعد ذلك أنا أغيرت، يعني خليكم بقيت أمة عظيمة، لكن أنتم بدأوا بالتغيير. فإذا كل هذه مبادئ في إزاي نرجع إلى الوراء في عهد لم يكن عهد النبي نقول علشان يطابق، يعني يقول لك مثلا الطيارات ما كانش في عهد النبي إذا نرجع إلى الإبل لأن ينطبق عليها ما ورد في القرآن من كلام عن الإبل. الله إذا وجد لا يمكن أن الله يقبل بهذا أبدا ولا الدين. يقول لك إن جت وسائل مريحة وسائل سريعة مثل الطائرات تقول إنك أنت لأنها ما وردتش في عهد النبي تقول إنك أنت ترجع المجتمع إلى عهد الإبل، لأنه يصادف من قال أن الدين هكذا. الدين هو أنه ما لم يوجد عندك اليوم وجدته عند أعدائك خذه وسير به. وتكلمنا عن الأمثلة. ثانيا كمان حاجة مهمة جدا تجدها في التفسيرات اللي أنا يعني سمعت عنها وهي عنصر السببية في القرآن وفي الدين، أن كل شيء له سبب، والله أراد أن يكون العلم منطقة يعني ما يحلمه للناس أساس المنطق وأساس السببية، بمعنى إنه هذا بسبب هذا، يعني أنت تشرع بسبب، فإذا وليس شرع التشريع نفسه بل السبب. فهل ده سؤال أتركه للعلماء لأنها مسألة دقيقة، إنما السببية يعني جزء من العلم اللي هو الوضعي وعلم وما جاء به القرآن أيضا مرتب عليه أسباب. يعني وإذا أردنا أن ندمر قرية وإذا أردنا تدبير تأمير قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليهم ما افتكر النص تماما يعني اللي كمان مصاب يعني بلوثة الذاكرة يعني ذاكرة النصوص عندي من تماما. إنما الحكمة أنا درست الآية دي على أساس حكمتها،
فأردت أن أحكمتها وتجدها أيضا في التفسير عندي لما أحكمتها إرادة السببية، إن الله يقول لك أنا مش قصدي إن أنا أأمر الأمراء يشتقوا فيها علشان ده اللي أخذوها بهذا المعنى يبقى مش ده المقصود، ولو أنهم قالوا أمرنا مش أمرنا، لا إنما الفكرة فكرة مش دي المسألة الإرادة، أنه عايز يقول إن كل شيء له سبب مركب على السبب المركب، يعني لماذا أمرنا تدبير القرية لأن كذا لأن كذا لأن كذا، مش يقول أمرنا أمرنا وانتهى الأمر، لا أو مثلا أردنا لها تدمير، لا هو عايز يأتي بالسببية إن هذا لهذا لهذا لهذا. فإذا السببية في القرآن وفي الإسلام مهمة جدا. طيب السببية إذا كأنك أنت لما قلت شيء كان له سبب، يعني افرض انك انت مثلا اردت انك لا تستخدم مثلا السينما لانها في القران في زمان النبي كان يمكن ان تؤخذ على انها تقربنا الى وثنيه الانسان الاجسام ادميين بتتحرك وتتصرف، ويبقى هذا ضد يعني انه يقربنا من فكره الاوثان. فاذا هذا هو السبب اذا وجدت في العهد النبي عهد قريب، انما اذا انتفى عندك السبب اطلاقا وهو انه لا يمكن ان يخطر في بال عاقل اليوم انه اذا وجد اناس تتحرك في السينما انها ستعبد هؤلاء على انهم كما تعبد الاوثان، لا انتفى السبب لا يمكن. فاذا ما دام انتفى السبب هل تطبق القاعده اليوم؟ فعمليه انك انت تربط السببيه بالحكم دي مساله مطروحه لأمر الدين وأرضه أنهم يفحصوها فحص دقيق جدا على أساس أنه لن يجب أن يربطوا السبب بالحكم، أنه ما بطل سببه يبطل حكمه، ما بطل سببه اليوم يبطل حكمه أيضا، والحكم لا يبقى إلا لما كان سببه لا يزال موجود. إذا كانت القاعدة لي يفحصوها لأني أنا لست لا أعطي لنفسي الحق في الإفتاء بها، لأن إذا عايز فتوى من غزال الدين العلاقة السبب بالحكم، فإذا لأن ده برضو تتعلق بنهضتنا إنه في أحكام كثيرة تسير بلا سبب، لأن السبب بطل والحكم سائل، ودي جايز تكون معوق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مجتمعنا هذا ده كان قد أفتى بأني أنا المهم عندي صلاحية هذا الحكم للبشر ولقومي الذي أريد لهم أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، فما دام هذا معوق لا أخذ به، لا ترتبط بالحكم لأن الحكم لا يمكن. وعمر بن الخطاب فعل يعني حرف يعني زي ما تقول أبطل أشياء كثيرة لعدم ملائمتها لحضارة المظلوم، كما أبطل حد السرقة في المجاعات وكما أبطل أشياء كثيرة. فإذا ملائمة الظرف للحكم أيضا مهمة، إذا كان الظرف لا ينطبق عليه أو لا يضر أن تطبق الحكم لأن هذا الظرف يقتضي حكم آخر. فدي كل هذا أشياء بقولها لأن احنا في قضية حضارة، فما دمنا في قضية حضارة للعالم العربي وأن قوتنا الحقيقية ليست لا في جيوش ولا في سياسة أساس حضارة العرب، إذا تقدموا في الحضارة طيب نعرف من هذا ومن خلال تجارب التوفيق الحكيم الأولية تعاطيفا للشعر مثلا أو كتابة للأناشيد الحماسية والوطنية أنه كانت هناك اهتمامات شعبية في أدبه. طبعا هذا نلمسه في معظم مؤلفات الحكيم، عودة الروح هنا يومياتنا في الرياض والأخيره، لكن لماذا مال توفيق الحكيم إلى التجريب في مسرحية أهل الكهف مثلا، رغم أن مسرحية أهل الكهف تعتبر الواقع يعني تجديدا في اللغة وبالأحرى يعني ثورة في البلاغة العربية، بمعنى أن كل المحاولات التي حاولها الآخرون قبل توفيق الحكيم في إنهار اللغة العربية والأدب العربي كانت محاولات شكلية، أما محاولة توفيق الحكيم في هذه المسرحية بالذات أنكر في الواقع كانت محاولة ذهنية أو فكرية. لكن لماذا مال وبالأحرى اندفع توفيق الحكيم إلى التجريد خصوصا في هذه المسرحية، حيث أن إمام مثلت مثلا
هو في الواقع كانت الفكرة الأساسية هي الانتقال بالمسرح أو المسرحية العربية من مرحلة الفركة أي المواقف الممتعة فقط إلى ناحية أخرى هي مرحلة استخدام المسرحية في موضوعات فكرية. الفكر في طبيعته تجريدي مجرد، ولذلك الوقائع المادية هي التي تجعل المسرح أو الأدب أقرب إلى الحركة الحيوية، لأن الفكر هو حياة نوع آخر وليس هو الحياة المادية بالذات. نحن نفكر قبل أن نتحرك، لأن الفكر هو الدافع على الحركة والدافع على نوع الحياة التي ستأتي. إذن الفكر هو الناحية المجردة أو الناحية التي تتعلق بالمعاني وليست التي تتعلق بالمحسوسات المادية. وإذاك عندما أردت عامدا أن يكون الأدب، أن تكون المسرح بالذات أو المسرحية مما يقرأ ومما يعتد به في عالم القراءة، فكان لابد أن عنصر الفكر يكون أكثر بكثير أو ملحوظ أكثر من الناحية المحسوسة المادية الحركية، وهذا ربما جعلها تدخل في الباب الذي يجعلها أقرب إلى أنها مجردة بالنسبة للمسرحيات المتحركة تحرك مادي. وهذا مقصود، لأني أنا عندما أخذتها في كتاب، وكتاب محدود الطبعة يعني طبعة، أردت أن تكون مجرد نية على العمل ولكن ليس لها رابط الانتشار، لأني توقعت أنها لن تنتشر، ولذلك كان لها في ذلك الوقت قصة، وهي أني طلبت من الناشر أن يصدر منها 100 نسخة فقط، فقال لي وكلت على حساب، فقال لي أن الطبع سيكلف كثيرا لأن المصروف النفقات هي في الغالب نفقات الطبع وليست نفقات الورق، فإذا أنت ستطبع 100 نسخة بتكاليف 1000 نسخة، فلماذا لا تأخذ 1000 نسخة نطبع 1000 نسخة؟ قلت له وماذا أفعل بالألف نسخة؟ لن يكون لها قراء وستحملني مشكلة تخزين هذه الألف نسخة، ولا أتوقع منها أي مكسب، إنما أنا نشرتها كي يقرأها قلة من المثقفين الذين يعني يقدرون ما هو الشيء الذي قصدته، وهو أنه جعلت المسرحية شيء يدخل في باب الفكر أكثر مما يدخل في باب التمثيل، وذلك لم أسميها مسرحية ولا تمثيلية. أنا جعلت الكتاب الطبعة الأولى ظهرت بثلاث كلمات على الولاء: أهل الكهف، توفيق الحكيم، مطبعة مصر. ولذلك بعد ذلك لما كتب عنها الشيخ مصطفى عبد الرازق قال إنه كان يسير في شارع عماد الدين فوجد حانوت مكتبة، ولذلك سماها باللغة العربية التي كانت موجودة في العصور القديمة ليس دكان أو مكتبة، سماها حانوت أحد الوراقين كما كانت تسمى المكتبات في العصر القديم. فقال بينما كنت أمر في شارع عماد الدين وجدت فيه يعني لافتة معروض كتاب لأحد في مكتبة، مش في مكتبة يعني في حانوت أحد الوراقين، كتاب ليس عليه غير 3 كلمات، 3 كلمات بالضبط: توفيق الحكيم، أهل الكهف، توفيق الحكيم، مطبعة مصر.
فقال استنتج من هذه الكلمات الثلاث شيء واحد هو أنها تكون تفسير لصورة الكهف. فقال والله هذا شيء يعني يهنوني أن أقرأ أنها تفسير لصورة الكهف. فدخل ليشتري الكتاب فشغله شاهد فإذا به لم يشتري الكتاب، ولكن في نفس اليوم دخل عليه صديق حميم ومعه هذا الكتاب، فقال له أرني أليس هذا هذه صورة أهل الكهف؟ قال له لا هذه ليس صورة، هذا شيء آخر. قال له طيب ومن المؤمن توفيق الحكيم؟ هل هو من رجال المعممين رجال الدين ولا من المطربشين؟ فقال له لا هذا من المطربشين وصديق قديم وكان معنا في أوروبا وإلى فقال شيء عن حياتي كان يعرف هذا الصديق. فقرأ هذا الكتاب وكتب عنه، أول من كتب عن أهل الكهف كان الشيخ مصطفى عبد الرحمن ودهش، وكان في الوقت نفسه يعني كتابته مليئة بالثناء لأنه قال أنا كنت أتوقع أن التفسير فإذا وجدت شيء عجيب جدا وهو من آية القرآن التي لا تستغرق أكثر من صفحة أو صفحتين إذا بيها شخصيات أهل الكهف قد انتفضت شيء آخر وهو آدميون هم يعني يعيشون في جو بلد ويتحركون بآراء وأفكار عن البعث وعن الزمن وأفكار يعني أثنى عليها كثيرا، ولكن كان العجب عنده إن صورة من القرآن تصبح لها تجسيد آخر عمل فني في عمل فني. فإذا يعني أهل الكهف لا يمكن أني أنا أنكر أنها عند التمثيل تكون ليس فيها الإمتاع العرض، وأنا منحت عرضها يعني أنا منعت عرضها في المسرح باعتبار أشك في إمكان إمتاعها للمشاهد، إنما في القراءة هي مقصود بها القراءة المحدودة أيضا لأنها لم يعتد القارئ المشاهد المسرحية بعيد عن المسرح ويقرأها ويتمعن في معانيها، ولذلك أصدرتها في هذا العدد المحدود. وبعد ذلك حدث أنها مرسلت تحت ضغط من المرحوم شاعر البطرين خليل مطران، لأن خليل مطران كانت قد أسندت إليه إدارة الفرقة القومية أو طبق من شهر سنة 35 على أساس أنها تكون للروائد لأن المسرح كان تجاري في ذلك الوقت، فالحكومة رأت أنها تصنع مسرح ثقافي فجاءت بخليل مطران وجعلته مدير الفرقة وجعلوا لها برنامج حافل من المسرحيات الثقافية، ترجم هو مسرحية لشكسبير وطه حسين ترجم رواية لقسيم وفيه رواية أخرى لشكسبير للمرحوم أظن إبراهيم رمزي وهكذا. وبعد ذلك أرادوا افتتاح المسرح فإذا بهم يقولوا أن المسرح اسمه المسرح الفرقة القومية، فقالوا كيف تكون فرقة قومية ونحن كلها روايات أجنبية؟ فقالوا ما هي الرواية المسرحية التي تتمشى مع هذا البرنامج أو هذه الناحية الثقافية؟ وجدوا أنه جاءني خليل مطران وقال لي لم نجد إلا أهل الكهف التي تستطيع أن تمشي في هذا الإطار، توضح في هذا الإطار الثقافي. فقلت له أسنيته وصرفت عن أمثلة، قلت له أنا لم أكتبها للتمثيل لأني أنا في الأصل في أوائل العشرينات حاولت محاولات تمثيلية الغرض منها الفرجة والمتعة وليس لها علاقة بالفكر، مثل مسرحية علي بابا ومسرحية الطيف الثقيل ومسرحية العريس وخاتم سليمان ونحن والمرأة الجديدة، كلها ليس فيها إلا عروض ولكن الناحية الفكرية فيها بسيطة جدا. فهذه الرواية كان المقصود بها إدخال المسرح في الأدب، ولذلك الأدباء هم من تكلموا عنها ورجال المسرح خافوا منها وقالوا هذا ليس مما
نستطيع أن نجلب به الجماهير. وعند ذلك فلما جاء خليل مطران قلت له هذه ستسقط كرواية مسرحية، إنما هي أخذت مركزها كأدب في كتاب، وكتاب أيضا يعني محدود الطباعة في ذلك الوقت. فقال لي أنت لا شأن لك في هذا، أن سنأخذها وسنمثلها ولأنها تدخل في إطار عملنا الثقافي الآن، ولن يكون لك في هذا. قلت له سأحضر تجارب ولن أحضر مشاهدتها، وهذا ما حصل. لن أرها إلا في اليوم ربما أسبوع أو أواخر الأسبوع الثالث عندما حضرت من باب حب الاستطلاع، ولكن في الليلة ليلة الافتتاح لم أذهب، ومضيت الليل في مسرحية عند نجيب الريحاني، قلت أنها تشرح لي صدري بدل الكرب الذي سيفتتح به المسرح القومي بأهل الكهف. فعند ذلك يعني لا أشعر، المخرجين قال المخرج وكان زكي كلمات قال إنها نجحت، وقلت له ولا أنا لا أعرف نجحت لأن لم يكن هذا غرض. لو كان غرض إن أنا أصنع من آلة كاف مسرحية تصلح للإمتاع في العرض كنت تصرفت في المواقف بما يجعلها سهلة ممتعة، ولكن هذا لم يكن الغرض. جميل. طيب القارئ لهذه المسرحية يجد أن هناك جذورا فكرية وتراثية، بحيث أن هذه المسرحية استمدت القرآن الكريم واعتمدت أعتقد على كتاب الموتى، فإلى أي مدى استطاع توفيق الحكيم أن يلائم بين تجربته الفكرية الجديدة بعد قدومه من باريس وبين اطلاعه أو هضمه للتراث العربي؟ الواقع أن أهل الكهف واختياري لها لم يكن ارتجال ولا عار، لأنها موجودة في القرآن لتجمع عناصر كثيرة، تجمع الإنسانية من حيث مراحلها المختلفة. فالصورة أو الأشخاص الذين كانوا هم أبطال المسرحية ليسوا مسلمين ولكن كانوا مسيحيين، فكأنه ربط بين المسيحية وبين الإسلام في هذه الصورة، باعتبار أن المسيحية إن هؤلاء الناس آمنوا بربهم وهربوا بدينهم من الظلم، فإذا هذا مسح طيب وإن كان بمسيحيين، لأن دين الله بكتبه السماوية يكون وحدة إنسانية كما هو في القرآن، باعتبار أن الدين الإسلامي يكرم كل الأديان السماوية لأن من شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصورة جعلت إني أختار موضوع يمثل مراحل مختلفة في تاريخ العرب وتاريخ مصر بالذات، لأن هذه أهل الكهف يعني المسيحية أيضا كان لها مكان في مصر قبل الإسلام. فإذا كأن المراحل الموجودة من وثنية وهي أيام الفراعنة، وبعد الوثنية جاءت المسيحية، وبعد المسيحية الإسلام خاتم الأديان، فكل هذا تمثل في هذه الصورة. ففيما يختص بالوثنية كان ما يشغل الوثنية المصرية بالذات هي عنصر الزمن والفناء ومخاوفة الإنسان للزمن وللفناء، بدليل أنهم كانوا يشاهدون قبور من الحجر الثقيل جدا مثل الهرم يبقى على الزمن، ويحنطون الأجساد على سبيل أنها يمكن أن تقاوم الفناء أو الزمن بالنظر. فمقاومة الزمن وعنصر الزمن هذا كان في الوثنية القرآنية، ولكن القرآن أيضا تناول الموضوع من هذه الزاوية، والمناقشة التي حصلت في ذلك الوقت بين كم لبس، وإذا هم لبسوا 600 عام وبدلوا 9، يعني المسألة إذن تتعلق بالزمن في القرآن نفسه، يعني ليست هذه مسألة أنا اخترعتها في الكتاب،
لجعل الكتاب يشمل الحضارات أو المراحل الثلاث الإنسانية، بل إن القرآن أيضا لم يخمل عن هذه المراحل، لدرجة إنه فلسفة الوثنية عندما قال الفرعونية لما كان ما يشغلها هو الزمن والفراغ. إذن هذه كلمة الزمن وكم لبسوا هذه أتى بها القرآن. وبعد ذلك طبعا المشكلة الأخرى إنها أو القضية قضية المسيحية في أنه هربوا بدينهم من الظلم، كما حدث في الإسلام أنه هاجروا، حصل هجرة بدينهم من ظلم قريش وتعذيبهم، ثم بعد ذلك أيضا هاجروا إلى الحبشة بعملية أنهم هربوا بدينهم، ولكن ما استطاعوش أنهم يذهبوا أكثر من الكهف. فإذا كل دي مبادئ الثلاثة. وبعد ذلك الإسلام، أن هذه القصة استخدمت في الإسلام للدلالة على كيف أن المؤمن يستطيع أن يهرب بداب دينه من الظلم. فإذا هذه الآية احتوت كل مراحل البشرية المختلفة في آية في سورة الصفين، في هذه الصورة، في هذه الصورة. فإذا يعني كان الاعتبار هو استلهام القرآن أساس جذورنا الثقافية، وأيضا من حيث هو كنز ثمين جدا للأفكار والقضايا، لأنها شملت قضية الزمن وكيف أن الزمن يستطيع أن يكون هو الفناء للإنسان، ولكن يقاومه بدليل أنه يقنوه بالبعث. ولذلك مسألة البعث هذه التي جاءت في القرآن وفي الإسلام كانت ردا على أن الفناء التام للإنسان غير وارد. بعد ذلك أيضا المرحلة الأخيرة وهي أنه يستطيع الإنسان أن يقهر الفناء أيضا بالإيمان، وهربوا هم بإيمانهم. فهذه كل هذا القرآن كبذور له، وهي المقاومة، مقاومة الظلم بطريقة أو أخرى. ولذلك أعتقد أن بقاء العرب أو المسلمين أجيال كثيرة على الأرض رغم ما حدث لهم من اضطهادات وظلم وتفتت حضارتهم القديمة والضعف الذي ظهر عليهم بالنسبة للحضارات الأخرى، ولذلك أعتقد أنه وقتي، وأن العرب سيكون لهم عودة لأنهم وبعث آخر كبعث أهل الكهف بعد 600 عام وأصبح لهم مرور. فإذا كأن احنا يعني يجب أن لا نيأس، لأن حياة العرب مستمدة من جذور قديمة من أديان سماوية مختلفة ومن القرآن في كل هذه المعاني. ولكن مع الأسف أننا لا نقرأ القرآن جيدا، وهو أسمى وأعمق من أن تصل إليه دراستنا ودراسات رجال الدين خصوصا ودراسة بقية الناس غير المتخصصين أيضا. ولكن من يقرأ بعين عميقة فإن يجد أشياء كثيرة جدا لم ودروس لم نستوعبها حتى الآن. جميل. طيب، معروف أن الأستاذ توفيق الحكيم تجربة فكرية جديدة في المجال الديني، بحيث أنه أخرج لنا أخيرا كتاب اسمه مختار تفسير القرطبي. فما أعرف يعني إيه الدافع اللي دفع بتوفيق الحكيم لكي يكتب أو يلحم مثل هذه التجربة الفكرية الجديدة في حياته كفنان؟ هو الواقع أنا في أواخر الحياة وجدت أن هناك عودة إلى الدين في العالم كله. ففي الوقت الذي أجد فيه حضارة أوروبا التي كانت تسخر من الدين في القرن 19 أو أهملته أو جعلته كأنه ليس مفيدا للإنسان بعد أن صار العلم أشواط في اكتشافات عجيبة،
فإلى حد أن كانت الصرخة في القرن 19 جاءت على صوت نيتشه فيلسوف يقول إن الله قد مات بعد أن رأى هذه المخترعات وهذا العقل المتيقن. فإذا يأتي القرن 20 وأجد من يقول من المفكرين وكان شيوعي نبت وهو طفل في بيت من قادة الشيوعيين في منطقته لأنه كان لجنة اللجنة لجان الحزب الشيوعي كانت تعقد في بيت والده منطقة زراعية ريفية ولكن يعني فيها أسر شيوعية فرنسا. فإذا بي بعد أن نضج في رجولته يكتب أخيرا كتاب ويسميه لقد رأيت الله موجود لقد قابلت، وانقلب انقلابا عجيبا في إيمانه بالله. في هذا الوقت أيضا نجد المؤرخ تويمبي يتكلم عن أن القرن القادم سيكون قرن الدين. وبعد ذلك أيضا أجد أنه كثير من المفكرين العلماء أيضا علماء العلم الطبيعي اللي هو الفيزيكس يعني اللي هو ما نبغ فيه وصار شوط بعيد أينشتاين ذلك. فأينشتاين نفسه تصدر من كلماته أنه في حال الدهشة للقوة العظيمة الخالقة التي هي الله، فكيف أنه وهو عالم يستطيع أن يشعر شعور بوجود الله بدون أن يقول ذلك في كلامه، لأنه هو كعالم متعالم طبيعي مطالب بأن يحدد لنا إذا قال أنه أنا أؤمن بالله وهو بصفته عالم سيقال له طب صف لنا الله، والله لو يوصف لأنه ليس كمثله شيء. فإذن العلم لا يستطيع أن يجيب لأن العلم صغير جدا، فما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيبقى مش ممكن عالم يقول لنا وصف الله ولا يمكن أن يحيط به، نحن ذرة في هذا الكون. فبالنسبة للخالق كل ما نشعر به هو الإحساس بالإيمان من القلب وهو ما يشعر به. وما جاء بعده من علماء مثل كاسمر أيضا هو من نفس النوع في الفيزيكس وأخذ جائزة نوبل وكان مثل أينشتاين. ده أنا قابلته شخصيا في مؤتمر من المؤتمرات وحاولت أني أسأله عن علاقة الدين بالعلم في القرننا والقرن القادم، فلقيته أيضا من المتدينين ولكن قال لي العلم نفسه صغير جدا أنه يستطيع أن يحيط بالدين أو يفسر، لكن لا يمكن، إنما يوجد علماء متدينين كما يوجد علماء ملحدين. فهو أنا من طائفة العلماء المتدينين، ولكن العلم ذاته غير قادر على أن يثبت شيئا لأنه أدواته قصيرة ولا يمكن أنه يحيط بما هو لا يمكن الإحاطة به. فهنا إذن كأنه القرن القادم بدأ يحترم هذا الشعور الداخلي العميق والشعور بهذه القوة الخالقة العظيمة التي هي الله دون أن يكسر أو يجرؤ على أنه يقترب لوصفها، لا يصف لا يستطيع لأنه ليس كمثله شيء لا يمكن، إنما كل يستطيع أن يدخل الإيمان قلبه ولا ينكر الله. ويكفينا أن العلماء العظام لا ينكرون الله ويشعرون بوجوده في قلوبهم، لأن الله لا يمكن أن نعرفه إلا عن طريق أن يملأ القلب بالنور، وليس بالنور كله لأنه يحترق، إنما بشعاع ولو بسيط يملأني، ونحن يكفينا شعاع من الله ولو بسيط كي حياتنا كلها تمتلك بنشاط أكبر وبإدراك أكبر للأشياء. ده اللي جعلني إن عندما وجدت إن نحن في سبيل القرن القادم أن الدين سيكون له شأن، وجدت أن بلادنا العربية أحوج ما يكون إلى أن يمتلئ قلبها بالإيمان. فإذا كيف يحدث هذا؟ وجدت أن الناس تتكلم عن الدين بدون أن تعرف،
لأنها لم تقرأ عنه ما يفسر آيات الله وأحكام الله. فأنا قلت يعني كيف يمكن للشعب للشعوب الطويلة الكبيرة العريضة أنها تعرف شيئا عن دينها وأحكام القرآن؟ عندنا تفسيرات من علماء أفاضل منهم القرطبي، وكان عندي 20 جزء تفسير أحكام القرآن. فقلت أنا نفسي لم أكن أحيط بال20 جزء لا يمكن. وسألت بعض علماء الدين قالوا لي أنه لا طبعا هم يعرفوا القرطبي والأجزاء لا عندهم، ولكن ده هذه موسوعة لا يلجؤون إليها إلا للرجوع إلى قضايا بعينها، ولكن قراءة ال20 جزء مرة واحدة لا يعني شاقة. فما بالك بالناس اللي يتكلموا عن الأحكام الله والشرائع وهم لا يعرفون هذه. فأنا قلت هل ممكن إني أجمع ال20 جزء القرطبي في جزء واحد لا يتجاوز 1000 صفحة، ويمكن إنه قيس قرئ من الجلدة للجلدة ممكن، ويهم فيه بالمسائل اللي يجب على كل مسلم أن يعرف. واسترشدت بكتاب مختار الصحاح. الصحاح أيضا كان قاموس واسع، فجاء عبد القادر الرازي وجاءت الفكرة، فقال لك أنا سأضع مختار في 800 صفحة صغير يجمع كل ما يجب على أديب أو على ملم باللغة إنه يكون عنده هذا الكتاب المختصر. فأنا استعرضت هذه المقدمة لعبد القادر الرازي في مختار الصحاح، وقلت أنا أيضا سأفعل ذلك وأعمل مختار تفسير القرطبي وأضع فيه، ووضحت فيه فهرس فيه أبواب محتويات بكل الأشياء اللي هي قضايا الإسلاميين. عندنا قضايا كثيرة فيما يختص بالعودة إلى شريعة الله، ولكن إحنا لا نعرف ما هي شريعة الله إلا إذا قرأنا القرآن على تفسيرات كبار المفسرين. وقلت في هذا ما في المقدمة إني أنا عندما قرأت واضطررت بقى إني أقرأ 20 جزء لأستخلص منهم ما يمكن أن أضعه فيه، فوجدت إنه حقيقة مفسرين يستطيعون إنهم كل إنسان بوسائله يستخرجوا المعاني المختلفة. ثم أنت أمام أيضا مجلس أئمة يتكلمون حسب كل واحد ووسائله وقدرته، فأعجبني كل هذا واضح. ووجدت أشياء كثيرة نحتاج إليها في حياتنا الحالية عند العرب عموما، لأن في قضية مهمة جدا يجب أن نتدبرها، وهي مسألة إيه حقيقة إيه جوهر الإسلام. نحن نفهم أن الإسلام هو فروض الصلاة والزكاة والحج وكل هذا، هذا هو الإجراءات أو يعني زي ما تقدر تسميه إنه مظاهر الإيمان ومظاهر العبادة، ولكن هذه المظاهر التي تستطيع أن تدلك على أنك أنت متمسك بدينك بدليل أنك لا تهمل فروضه. ولكن طب وما هو الإسلام؟ ما هو كجوهر؟ ماذا يريد النبي الكريم عندما حضر؟ ماذا أراد به؟ ولماذا أنزله الله بهذا الدين؟ فوجدت أن الإسلام يعني له فرعين أو قسمين. القسم الأول هو علاقة الإنسان بربه، وهي الإلهيات، علاقة الإنسان بالله، وهو ما أسميه قسم الإلهيات. الثاني هو قسم الإنسانيات، وهو علاقة الإنسان بالإنسان، وجاء الإسلام ليعالج الاثنين. أما علاقة الإنسان بربه فهي ليس فيها خلاف كثير، لأنه هذا هو القسم الثابت الخالد على الزمان، كل الزمان ومكانه.